ذكر الأستاذ في خلال المحاضرة إنه الصلاة الناس الميتين بيصلوا والفي الجنة بيصلوا والفي النار بيصلوا، فأنا دار أعرف الناس الميتين والفي الجنة وفي النار بالذات بيصلوا كيف وقيمة الصلاة بشنو؟ ده سؤال. السؤال الثاني في التوحيد اللي هو ذكر في التوحيد الكثير، نحن عرفنا في واحد اسمه الحلاج دغت حصل إنه مرة قال ما في الجبة غير الله، فالكلام ده هل هو من ضمن التوحيد أم الكفر؟ السؤال الأخير شريعة الأجساد والأرواح الغليظة بالصورة دي عندنا في الأرض هي الصلاة الحسية المعروفة، بعدين الأرواح في البرزخ في مقابرها ماشية لله برضو، أصل وقوف من الله ما في، لا إله إلا الله ما بتنقطع بالمرة، ونحن برضو قلناها في محاضرتنا عن لا إله إلا الله، قلنا أصله لا إله إلا الله عبادة، لا إله إلا الله محمد رسول الله شهادة، والشهادة دي تجب مرة في العمر وتلزم الاتباع، لكن لا إله إلا الله ده السير السرمدي عند الناس الموجودين هنا وعند البرزخيين وعند أهل النار في النار وعند أهل الجنة في الجنة، فصلاتهم ذكر، ولذلك هو يقول لي وأقم الصلاة لذكري، ربنا قال لموسى كده وأقم الصلاة لذكري، وهناك يقول إن الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، فالصلاة في الآخر ذكر في مجال لا إله إلا الله وتحقيق مدارجه. السؤال الثاني الحلاج قال ما في الجبة إلا الله، الحلاج كان مجذوب، الحالة في التصوف هي بالصورة دي، الحالة في التصوف بالشكل ده، الإنسان يكون أو الحاجة الإنسان الغافل بيقولوا عليه باقي، الإنسان الغافل باقي مع الوجود وغافل عن الله، ده الإنسان الغافل، الإنسان المبتدئ، الإنسان ما هو عابد إذا كان كافر أو مسلم ما عنده علم ده بسموه باقي، حتى بتاع الشريعة العادي باقي مع الخلق ومتأثر بالخلق وتوحيده فيه تعدد متوزع مع الناس، ونحن تكلمنا في مسألة التوحيد عن وحدة الفاعل، وحدة الفاعل بتغرق الوجود كله في فاعل واحد، حتى تجي العبارات القرآنية فيه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، دي درجة من التوحيد سميت وحدة الفاعل، دي درجة كبيرة في الولاية دون الناس اللي بيروا الفعل بيجي من الناس، حتى قال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، هذه مرتبة بقاء اسمها البقاء الأولاني، وده صاحبه غافل، بعدين إذا دخل في الأخذ بالعبادة والإتقان بيكون في حالة انجذاب عن الناس وبعد عن الناس حتى يحصل له أنه ما يشعر بوجود الناس حوله، كأنه مجنون كأنه مولع، هذا سموه فاني، قبلك باقي مع الخلق غافل عن الخالق، هسه زي الأفنى نفسه أفنى الخلق في الواحد، بيقول الناس حوله ولا بيشعر بهم، حتى عند السالكين إذا كان الواحد ما يلقى المشهد ده ما يكون جود مشهد من مشاهد القيامة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، دي حالة من حالات ولها العباد، هنا ده سموه مجذوب سموه فاني، أفنى وجوده وجود الخلق في الحق، لو مشى عريان بين الناس ما يشعر، وده عندهم زي السكران، في سكر بالخمرة الإلهية وفي سكر بالخمرة الحسية، السكر بالخمرة الحسية شايفين الإنسان اللي بيسكر بيعمل شنو، كأنه ما مع الناس كأنه ما شاعر بالناس، يعمل حاجات لما يكون صاحي ما بيعملها، هنا هم يجي يقولوا فلا تلوم السكران في حال سكره لقد رفع التكليف في سكرنا عنا، هذه حالة جذب، ودي
الناس اللي ما عارفين يفتكروها زي الجنون. على أي حال العقل ذاهب لكن بعشق، والحاجة دي الحالة دي طرأت لنبينا لما قال له نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لأنه هم شافوا حالته من الوله والتعلق بالله يفتكروا مجنون، لكن هو بنعمة ربه بمعرفة ربه بإنعام الله عليه وبالدين ما هو مجنون. إذا كان الإنسان خرج من حالة السكر ده ومن حالة الجذب من حالة الفنى لحالة البقى مرة ثانية يسموه باقي. الباقي الثاني صاحب حقيقة وشريعة، الباقي الأولاني صاحب شريعة بدون حقيقة، الغافل الأولاني صاحب شريعة بدون حقيقة، الغافل الباقي الثاني صاحب شريعة وحقيقة، الوصاني ده صاحب حقيقة بدون شريعة. هذه المرحلة اللي مر بها الحلاج، والعارفين ما عندهم عبرة كبيرة بموضوعه ده، يقولوا أنه الحلاج صادق في نفسه لكن ما هو قدوة. الحلاج صادق في نفسه ما هو قدوة، يقولوا الناس الفانين بالصورة دي سلموا لهم بحالهم ولا يقلدوا، سلموا لهم بحالهم ما تقلدوهم لأنهم ما مرشدين. دي صورة الحلاج، حالة من السكر لكن يفيق منه، إذا أفاق منه يبقى كبير، وما من كبير بقى كبير يعني ولي صاحب طريق مرشد عارف إلا مر بمرحلة الحلاج، ولكنها مرحلة خطيرة، في كثيرين ما يطلعوا منها وفي كثيرين في قليلين يطلعوا منها. اللي بيطلع منها يكون صاحب شريعة وحقيقة، يعامل الخلق بالشريعة وعامل الحق بالحقيقة، وده باقي.